التحية الطيبة مشاهدينا، وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. تحطمت قاذفة روسية من طراز سوخوي 24 اليوم عند إقلاعها من القاعدة الجوية الروسية في حميميم غرب سوريا، ما أدى إلى قتل طاقمها. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن تحطم الطائرة يرجع إلى عطل فني دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل. اشتبك تنظيم داعش مع تحالف هيئة تحرير الشام المعروف بالنصرة سابقا في محافظة حماة السورية أمس الاثنين، بعد أيام من تصريح النظام بأنه أخرج تنظيم داعش منها. واحتل تنظيم داعش 12 قرية في محافظة حماة فاتحا جبهة جديدة بعد تحرير الشام. أفاد مصدر أمني في قيادة عملية محافظة الأنبار بأن العشرات من مقاتلي تنظيم داعش، بينهم قيادات أجنبية بارزة، قتلوا بقصف جوي لطائرات الجيش استهدفت معسكر وادي القذف غربي الأنبار. ولفتت وزارة الدفاع العراقية إلى عثورها على مقبرة تضم 30 جثة لأفراد داعش في منطقة ثميلة 2 خلال قيامها بعمليات مسح للمناطق التي حررتها. أعلنت شرطة بنغلاديش العثور على جثث 9 مهاجرين بعد غرق مركب مكتظم بعشرات الروهينجا الفارين من العنف في بورما في مياه نهر ناف على حدود بنغلاديش، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 23 قتيل بحسب قائد شرطة بلدة تكناف الحدودية، فإن أكثر بنصف عدد ضحايا الكارثة هم من الأطفال. دعت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية آيكان التي فازت الأسبوع الماضي بجائزة نوبل للسلام 2017 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحفاظ على الاتفاق الدولي مع إيران حول برنامجها النووي. وقالت مديرة آيكان إن بقاء الاتفاق الدولي مع إيران ضروري من أجل تجنب أي نزاع جديد. تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء إلى برلمان إقليم كاتالونيا، حيث من المنتظر أن يلقي رئيس الإقليم كارلس بيغدمونت خطابا بشأن الاستقلال بعد انسداد سبل الحوار مع الحكومة المركزية في مدريد. وكان رئيس الإقليم قد ألمح في وقت سابق إلى أنه يعتزم إعلان الاستقلال من على منبر البرلمان في خطاب اليوم. قال باحثون أمريكيون إنهم طوروا اختبارا دقيقا وسريعا يكشف عن بكتيريا السالمونيلا لدى الإنسان والحيوانات في غضون 24 ساعة فقط. وأوضح الباحثون أن الاختبار الجديد يكشف عن بكتيريا السالمونيلا المتواجدة في العينات البيئية والسريرية، بما في ذلك مسحات البراز والحليب والدم. نهاية الموجز، في أمان الله. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب، أو إن أعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم، ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.